الرحمن الرحيم. أنا اسمي فرح زكي من الأردن. أنا مع أطروحة إنه تدريس الدين في المناهج التعليم الحكومي. أول إشي لأنه الدين بدعي لحرية الفكر، هاي أول نقطة. ثاني نقطة، ليش بدعي لحرية الفكر؟ أول إشي بناء على ذلك إنه الحرية الدينية تعتبر من قبل أفراد الدول الدول في العالم تعتبر حق أساسي، كما جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لي ديني لكم دينكم ولي ديني. كما أيضا جاء في الآية الكريمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كما أيضا إنه جاء في مادة 18، جاء المادة 18 في من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتعد الحرية الدينية حق من أهم حقوق الإنسان، من أهم حقوق الإنسان. بناء على ذلك إنه لما المنهاج يدرس فيه يدرس إنه سوف يتخذ ويدرس في المدارس أو في التعليم الحكومي، لازم إيش يتم تدريس يكون يشمل القيم والمبادئ مثل الأخلاق، الألفة، المحبة والتكافل، وبعيد كل البعد عن التعصب والتطرف. وشكرا. وأيضا لا ننسى إنه الدين بالفطرة، يعني الأهل، البيئة إلها دور في تشكيل وبناء جيل واعي.